إخلاص وتفان في عمله وفي خدمة قضايا أمته، وساهم في تحرير أرضه، وساعد في ترسيخ قيم المحبة والسلام والعدل والمساواة. إنه الأخ والمعلم والقدوة الدكتور بطرس غالي. حزب المحافظين اللي قال إنه كان بيصنع فكرة المواطنة. أنا لا أعرف وحدة وطنية ولا أعرف عنصري الأمة ولا أعرف الكلام الفارغ ده، كلام ضروري ينتهي. أنا أعرف حاجة واحدة بس، هي المواطنة، ودي اللي جسدها بطرس غالي. وكان الاحتفال بي وفي أثناء مماته وفي جنازته تقدير عظيم جدا وتأكيد لفكرة المواطنة. بطرس غالي تعلمنا منه حاجة مهمة جدا في المجلس القومي، انه اتعلمنا منه الدأب. يعني رغم ان هو كان رئيس شرفي للمجلس القومي لحقوق الانسان وهو مريض ويتوكى على عكازين، كان كل يوم يجي المجلس ويتابع ويتكلم ويتابعنا وعملتوا ايه والموضوع ده اشتغل ازاي. فعلمنا حاجات كتيرة جدا. يعني بطرس غالي قيمة عالية. محمد حسين هيكل وبطرس غالي ليهم ميزة واحدة، هم خلقوا أساتذة ليهم. احنا بنتمنى كل بقايانا الآن من الرموز انهم يبقى لهم أبناء وتلامذة، لأن هو ده الجيل اللي هيصنع تاريخ مصر في المستقبل. تحية للفقيدين الكريمين محمد حسين هيكل وبطرس غالي، وأشكرهم. الرجل النبيل الذي خدم السلام العالمي والنظام الدولي، فشهد القاصي والداني بمجهوداته على كل المستويات الإقليمية والدولية، وفي عمله الأكاديمي والتنفيذي والدبلوماسي أثر